وإلى متابعة الأخبار الألعاب الأخرى، حيث حرمت اللاعبة جيانا بارو بطلة العالم من المشاركة في بطولة العالم للأساتذة والتي أقيمت أواخر شهر يوليو الماضي ببولندا. وكان الاتحاد الدولي للعبة قد اختار جيانا للمشاركة في البطولة باعتبارها واحدة من أبرز اللاعبات على مستوى العالم، ولكن اللاعبة لم تحصل على تأشيرة دخول بولندا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف جيانا فاروق، لاعبة الأهلي وبطلة العالم في الكاراتيه. جيانا أهلا بيكي. أهلا وسهلا بيكي. جيانا، في البداية إيه سبب حصولك على التأشيرة؟ يعني أكيد ظلم كبير عدم مشاركتك في بطولة العالم للأساتذة بسبب عدم حصولك على التأشيرة، إيه هو السبب؟ والله إحنا المفروض إن اللجنة المنظمة للبطولة اللي هي تابعة للاتحاد الدولي للكاراتيه بتبعت دعوات للاتحاد المصري بحيث ان احنا نقدر نخش بيها السفاره وناخد التاشيره بتاعه البلد اللي فيها البطوله. فحصل ان اللجنه المنظمه اخرت بعت الدعوات لينا كتير، وعلى كلام الاتحاد بتاعنا ان هو راسلهم اكتر من مره علشان يبعتوا لنا الدعوات، بس ما كانش في استجابه منهم، يعني ما كانوش بيردوا اصلا على الايميلات او الحاجه اللي بتتبعت. فجي ان طبعا على اساسه الاتحاد ما قدرش ان هو يقدم الورق بتاعنا في السفاره، لان في يعني فهمتوا ان في قواعد ولوائح ان هو ما يقدرش يخش السفاره ويدفع الثمن بتاع الفيزا غير لما يبقى في الدعاوي موجوده. ده اللي فهمته، ان اللوائح هي كده تقريبا. فعلى اساسه ما قدرناش نخش السفاره بدري. فحصل ان اللجنه المنظمه بعتت الدعاوي لينا يوم 17 واحنا المفروض السفر يوم 22. فدخلنا السفاره يوم 19، فطبعا السفاره رفضت الورق وقالوا لنا مستحيل نطلع لكم الفيزا في الميعاد اللي انتوا عايزينه، ان انتوا تسافروا يوم 22 ده، ان هي على الاقل بتاخد 14 يوم. فكان هو ده سبب ان احنا ما سافرناش، واتحرمنا من ان احنا نلعب بطوله بتتلعب كل 4 سنين. طيب جيانا، يعني لما الدعاوي دي اتاخرت ما فكرتيش ان انت تقدمي تاخدي التاشيره ولو بشكل شخصي؟ ان انت مسافره بولندا لاي غرض، حتى يعني بغرض السياحه مثلا، عملتي اي جهود تانية ان انت مثلا تحاولي تسافري ولو بشكل شخصي؟ احنا كلاعبين اصلا ما عرفناش الموضوع ده غير متاخر. يعني احنا كنا مسلمين، يعني الاتحاد المصري اتاخر لغايه ما اعلمكم اصلا ان الدعاوي بتاعتكم لسه ما وصلتش. بالظبط، احنا كلاعيبه عرفنا الموضوع ده متاخر، وقالوا لنا ان الكلام يعني كلام الاتحاد كان ان في متابعه وان الدعاوي هتتبعت قريب وان احنا بعتنا لهم كذا مره. فاحنا حتى التفكير ده يعني جه في دماغنا متاخر، قبل برضو ما الدعاوي تتبعت بيومين او ثلاثه، فكانت هتبقى نفس المشكله بالنسبه لنا. طيب ما عندكيش اي فكره دلوقتي عن الاتحاد المصري ممكن يعمل ايه بخصوص الازمه دي، او ايه الخطوات اللي الاتحاد المصري وعدكم ان هو يتخذها علشان الازمه اللي حصلت دي ما تتكررش، او لو ينفع انها تنحل حاليا؟ والله هو رئيس الاتحاد قال لنا ان هو طلب تحقيق رسمي في الاتحاد الدولي للي حصل، بحيث ان المتسبب من هناك في تاخير الدعاوي يتجازى. وبرضه فتح تحقيق جوه الاتحاد نفسه، شوف هل كان في امكانيه من الاداريين ان هم يقدموا الورق ومحدش قدم او حاجه. فهو طالب التحقيق في الناحيتين، يعني جوه الاتحاد وفي الاتحاد الدولي. كابتن جيانا فاروق بطلة العالم ونادي الاهلي للكاراتيه، اكيد شكرا جزيلا ليكي، كنت معانا عبر الهاتف. واكيد شيء محزن جدا مع عدم مشاركتك وتمثيلك لمصر في بطوله العالم للاسف. أجرى عبد الحليم عبو لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي عملية جراحية أمس لإزالة كيس دهني في ذراعه عانى منه في الفترة الماضية. ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راحة من التدريبات لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام حتى يلتئم الجرح، ثم يعود بعد ذلك للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد. وحرص الجهاز الفني بقيادة محمد مصلحي واللاعبين على الاتصال بعبو للاطمئنان عليه عقب إجرائه العملية الجراحية.
فاصل قصير نعود إلى جولة في الملاعب العالمية.